2007 بلشنا فكرة صغيرة 24 ولد الحمد لله تيرن اوفر اكثر من 600-700 ولد. ASA مثل ما كل الناس بتعرف بلشنا 2007 فكرة صغيرة صرنا هلا فكرة أكبر وعم نحاول تصير أكبر وأكبر. بلشنا ب 24 ولد 2 categories الحمد لله turn over أكثر من 600-700 ولد. عنا كل categories من 3 سنين ل 20 سنة. عملنا خطوة كبيرة هالسنة شاركنا بطولة لبنان عملنا ثالث بالأشبال قدام فرق كتير كبيرة وعريقة. انجاز كبير للولاد اللي كانوا عم يلعبوا مع اكبر منهم سنتين. الهدف نتطور اكثر تنقدر نجاري الانتوراج العربي لحد منا وحتى العالمي. كان عنا كتير ستابس تنقدر نوصل العالمية منهم تكنيكال دايركتور من برشلونة اكاديمي منهم كوتشز تبعنا ان شاء الله السنة الجاي بصير كلهم معهم ليفل بي وان شاء الله اي كوتشينج سيرتيفيكت. وعم خطط لقدام لأكثر من هيك. يعني احنا عندنا الحمد لله ما في منتخبات الفئات العمرية كلنا عن اي اس اي الى بصمي صار منتخبات لبنان مواليد 2000-2001 98-99 مواليد 97 و96 وحتى منتخب 95 اذا قدرت. هيدا شيء بفرح القلب. هيدا شيء للأهل لازم يكونوا براود بولادهم. نحنا براود باللعيبة. Thank you لكل الناس اللي خلتنا نوصل لهون خصوصي الكوتشز والبيرنتس اللي هني كانوا السابورترز الأساسية لأننا تأسي اللي ما هي عليها هلأ. Started with a small network of children. It was mainly the kids that wanted to play football and get out there and get involved, and we slowly built towards selecting
the best players around Beirut initially, and trying to find the talent for the future, with the goal towards developing the Lebanese national team and eventually having a team made up of all sects and all religions in Lebanon, able to play together in one team and represent Lebanon globally on a higher scale.